طرق تربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر طبقا للتخطيط الذكي اللي تم. وهيكون في محاور جديدة. في محاور جديدة حضرتك عندك في محاور نقول المنيا احنا وصلناها براس غارب بالبحر الأحمر. عندنا سوهاج بنحسنه، سوهاج البحر الأحمر ده احنا بنوصله برضو البحر الأحمر. عندنا هنا سفاجة الطريق ده طريق موجود بنعمل له ازدواج وبنحسنه وبنحطه على زي ما موجود في الخريطة دلوقتي على يمكن هو الخريطة معانا بتوضح ده هنا سفاجة. هنا سفاجة الطريق ده فيه حوادث كتير وفي أخطاء أو عيوب هندسية احنا بنصلحها، زي ده احنا بنوسعه وبنعمل له ازدواج عشان نجذب الحركة السياحية من البحر الأحمر كسياحة شاطئية إلى سياحة ثقافية في الصعيد. بننمي على يمينه وشماله تنمية صناعية وتنمية زراعية وبالتالي تنمية عمرانية ومجتمعية. هل مهمتكم يا سيادة اللواء بتقتصر فقط على شق هذه الطرق، على بناء هذه الطرق، ولا توفير الخدمات المطلوبة على الطرق؟ سيادتك كما لو كنت حاضر توجيهات السيد الرئيس، لأنه قال كده بالنص الطرق بخدمتها. هنعمل الطرق بخدمتها. المواطن ما يمشيش في الطريق غريب في الطريق، او ما يمشيش بدون خدمات على الطريق. لان الطريق بخدماته يجذب التنميه. احنا اصلا رايحين لتنميه، احنا عارفين ان هنا في تنميه زراعيه، عارفين ان هنا في تنميه صناعيه زي ما انا قلت، ولكن كمان احنا عايزين المواطن اللي رايح ما يبقاش خايف من الطريق. في طرق كتيره اتعملت زمان تخاف تمشي فيها. احنا النهارده كان في مؤتمر تنسيق النهارده في وزاره الدفاع، يمكن كان حاضر معانا مين؟ كان حاضر معانا جميع الاجهزه المعنيه. من ضمن اللي حاضرين وزارة الاتصالات، بيحطوا معانا شبكات المحمول وشبكات الاتصالات على الطرق. انت كان تمشي في طرق زمان ما معكش شبكة، ما معكش اتصال. وطريق أسيوط دلوقتي ليه يعني دلوقتي؟ القاهرة أسيوط اللي هو الشرقي الشبكة مش شغالة. الشيء اللي يسعدك ويسعد المواطنين ان احنا النهارده اللي قاعدين في مؤتمر تنسيق كل أجهزة الدولة موجودة، كله بيتكلم دولة، كلنا بنتكلم دولة. شيء جميل، شيء رائع، شيء يطمنك على شكل الدولة القادمة. نحن لا نتحدث فرادى، مضى عصر الجزر المنعزلة، احنا كلنا بنتكلم